شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوت ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب لا لا ولا لا يا بلا لا نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة الله أكبر يا وطن يوم الوغى ننده نقول الله الله أكبر يا وطن اسمك مطرس بالذهب والفضة ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله ولا توب الردى لنهى بالعدا ولا توب الردى إلا العالي بعلا الله 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 يوم الوغى ننده نقول الله يا ما شكت روحي ويا ما نده القلب بشرياني وجروحي تنده إلك يا رب ببكوتي ونوحي تهون علي الصار روح يا ريحة سلم أحباب القلب كمان هو الثاني قال بده يسافر يوم يومين إخاب شهر وللأ ما بيّعها انطالي خدي صالحة وفوتوا لشوفوا إيه ما بدك تقبرني صالحة يا مو تعالي ساعديني بدنا نغير لأخوكي تعالي تعالي أدي يا كلادي أدي الله يرضى عليك هيا بي مظبوط الكلام اللي حكيته أمك عن فرانس؟ إيه والله يا ابي ليش ما حكيتي لي؟ كنت عم أقول لحالي اليوم بيرجع وبكرة بيرجع بس صار بعت لي كذا مكتوب وكل واحد من بلد شكل أنا إذني قلبي يا ابي والله مالي مطمنة
هيك غلط لك بنتي. كان لازم من بعد ما سافر بأسبوع تيجي تخبريني. بعدين مو حلوة تضلي قاعدة بالبيت لحالك. اسمعي، بتضلي قاعدة عنا لبين ما يرجع. حاضر. وأنا رح شوف شلون أسأل عنه. ماشي؟ يلا يلا شرفوا. تفضل. أهلا وسهلا. شرف. طالب كيتو عملي لنا قهوة. مريم، مريم وينها؟ مريم تعي يا بنتي، حطي على راسك وحينا لجوا. يلا خير يا أبي. شوفي الشاب اللي إجا معي هلا بده يحكي معك كلمتين. معي أنا؟ ايه. طيب ليش يا أبي؟ بخصوص شو يعني؟ على قوله في شي بده يحكي لك إياه عن فرانس. فرانس؟ ليش عرفتوا وين أراضي يا أبي؟ ما هلا أساس دورتوا عليه بالشام وبيروت وما قدرتوا تعرفوا وينه؟ هلا هذا الحديث أجلوا لي إياه لبعدين. حطي على راسك وتعي. يلا أبك يا أبي. أنا رايح. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. مساء الخير. عليك مساء النور. شكرا على زبطي حالك. تسلم. عادي يا عادي. تفضل. هيك كريمتنا موجوده. انا اسف مقدما على الشيء اللي رح تسمعيه، بس انا مأمن يا ست مريم. تفضل. الحقيقه إني أنا من الأشخاص اللي شاركوا بالنضال السياسي ضد الاحتلال الفرنسي. بعدين تم اعتقالي وأسري، وظلوا ينقلوني من بلد لبلد لحد ما لقيت حالي بالجزائر. وهنيك تعرفت على كولونيل فرنسي، ولما عرف إني أنا من هون ومن حبه الشديد للشام قرر إنه يهربني. بالحقيقة هو السيد فرانس. شو أخذوا على الجزائر لك عمي؟ وشو هي الرسالة؟ لو سمحت كمل يا سيد. حسان، النقيب حسان من أفراد الجيش العربي السوري. تشرفنا. تفضل. بالحقيقة سيد فرانس أجبر من قبل السلطات الفرنسية للعودة لأجهزة الأمن تحت طائلة المسؤولية الشديدة على حسب ما فهمت منه، وكمان أجبر على الالتحاق بالقوات الفرنسية المرابطة بالجزائر. والأهم من هذا الشيء كله أنه القوات الفرنسية أجبرته على الانفصال من حضرتك يا ست مريم. وافق غصبا عنه، وعلى قوله انه لا يجوز الارتباط من ضابط امن فرنسي من امراه سوريه بهزو في الجنوب المغربي. أهلين أبو العباس. أهلين معلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. من بكرة الصبح بتجهزوا حالكم، في عندنا كم راس طرش بنروح نشتريهم. صار تصحوا على بكير. صبوحي قوت الحصان على البايكة، بتكسر عرقه بتعلق له علف. صار أبو ضاي. عوام. أهلين خالتي. أهلين خالتي. الله يرضى عليك. شرفي. ايه خالتي شو صار معك؟ مشي الحال. ما فهمت كيف يعني. يعني جبت دلال على البيت وعلى الفرن وبهالكم يوم بينباعوا. والله يا خالتي انا مو هين علي بيعت هالفرن. هذا فرن ابوك واخوه، وكان معيشكم حياه كريمه. بعدين انتو فرانه الحاره ابا عن جد. هذا اللي كاتبه ربي خالتي، هذا اللي كاتبه ربك. لا إله إلا الله. خالتي ليش ما بترجع لبيتك؟ بعدين أنت قعدتك هنيك بين أهلك وناسك وحارتك ما بيعطل شغلك هون. تعرفي خالتي، بحس إنه رب العالمين كاتب علي العذاب. أوف
شو هالحكي اللي عم تحكي لك خالتي؟ لأنه هي هيك يا خالتي، هي هيك. من صغر سني تيتمت وفقدت أخي قدام عيوني، ورجعت فقدت أمي، ومال الشام البنت يلي كبرتها وربيتها ليك هلأ كبرت وتجوزت وصارت ببيت جوزها. لهيك يا خالتي بعد قدرت فوت بيتنا، عم حسه كبير كبير وفاضي، وحيطانه كتير باردة باردة يا خالتي، قد ما تقولي باردة. خالتي أنا ما بدي اسمع منك هالحكي بنو، أنت لساتك شاب والعمر كله قدامك، بعدين أنت اللي عملته ما عمله ألف شاب، بعدين أنت بكرة بتتجوز وبيجيك ولد من صلبك، رح تشوف إنه الدنيا كلها تفتحت قدامك وكل شيء رح يكون عالي العالي. برضاي عليك يا خالتي، الجماعة نحن حكينا معه والبنت أنا شفتها بسم الله وما شاء الله عليها مثل فلقة القمر. خير خالتي خير، اعملي بتشوفي الناسي. يتقبر قلبي يا خالتي، رح أعمل لك لقمة أكل تاكلها. إيه سلم بياتك حبيبي. قولي على قامتي عليكي يا بنيتي على هالحظ، الله لا يوفقك، الله لا يوفقك ولا يسامحك على هالعملة. أبو طالب مزبوطة هالقصة اللي عم تقولها مريم؟ هذا اللي صار يا أم طالب. الله لا يوفقه، الله لا يسامحه على هالعملة، يخرب بيته. مزبوط مثل ما بيقولوا، اللي ما بياخذ من ملته بيموت بعلته. مرق والشجر الله يسامحه، الله لا يوفقه على هالعملة. الحقيقة شو أنا ليش تجوزني؟ طب اختي بركي مغلوب على امره، كيف بيجي من قلبه يعمل فيني هيك؟ خلص اختي لا تاخدي على خاطرك، نزل من عيني كتير يا صالحه، نزل من عيوننا كلنا. الله يسامحه على اساس ترك كل شيء مشاني. خلص اختي تؤمني اللي صار صار. ميت اهلا وسهلا، ما عم صدق عيوني. لا صدق عم نصدق، نورت الشام وحوالين الشام. ميت اهلا وسهلا، شرف عمي شرف. طمني كيف الملكاني وشغله والرزق؟ الحمد لله المواسم عال العال والخير طايف والفلاحين عم يشتغلوا ليل ونهار. حاصلوا يا ابو العز، بتروح مثل الطير الطاير على البايكه وبتنقي خروف معجعج تذبحه بتوضبه كرمال رجوع الاغا بالسلامه. عم تحكي عن جد ولا عم تمزح عمي مدحت؟ اكيد ما عم بمزح يا ابو العز، كم ساعه بيكون الاغا بالشام؟ ايه شو 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 علي بامرك عمي مدحت بامرك. شو فهمتك؟
جناب الاغا ناوي يمر على الملكاني وبعد يشد على الحارة. الاغا على نافوخنا من فوق وبحطه بقلبي كمان. يلا حروك. بأمرك بأمرك. يا بنتي مو لنا الأسى والدموع ما بيرجعوا يلي راحوا يا عزيزي. مو بإيدي يا عمي، والله مو بإيدي. لا يا بنتي بإيدك. عمي شو كان صار لو أمي جنبي حوالي هلا؟ شو كان صار؟ ليه راحت؟ ليه؟ هي سنة الكون يا بنتي، وما بيدوم غير وجهه الكريم، ولو دامت لغيرنا ما وصيت لألمي. ونعمة بالله عمي، ونعمة بالله رح تلتقي فيها بالجنة إن شاء الله. الله يسمع منك يا رب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون لك عمي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا صار لازم أمشي عمي. اللي راح راح يا عزيزي، خلي عيونك علي اللي بقي. بخاطرك عمي. بأمان الله. عم مدحة لك ايه والله هو بذاته وشحمه ولحمه. ألف رحمة على السلامة. أحلى أبو الهول. أهلا عم مدحة. زين هات لك وسم الخدودة. أهلا. يعني شو بنفهم من الحكي؟ رجعتك أبدية إن شاء الله أنت ومراد آغا من بيروت؟ أبدية أبو الهول أبدية. أكيد عم مدحة. أكيد. يا أهل الحارة يا أهل الحي، مدحة أخونا مراد آغا رجع من بيروت، رجع أبدية. والله نورت الحارة. الحمد لله على السلامة. كيف مرات أغا؟ أهلين يا أبو شوكر. الله يطولنا بعمره يا رب. سهلا فيك. حلا بقى، حلا ترجعوا على حارتكم ومطارحكم طالما اللي كان السبب بشنطتكم الشنطة هاي هفي وراح. وهيك راح يصير يا أبو شوكر. معناتها راجين على طول. إيه نعم، ومساعات بيكون الأغا بالشام. عليم الله، عليم الله، فرحت لي قلبي. الله يديمك يا أبو شوكر. شرف تفضل. لا بدنا نأجلها ليجي مرات آغا لأنه أكيد رح تكون لزمة أكثر. لعيونك يا أبو شوكت، لعيونك. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا راجع الاغا لك عم زحمك يا ام سلوان. اي والله والله يا سيدي، بينور بيته ومطرحه. حاصل. تفضل سيدي. الحارك بتقلط البيت فوقاني تحتاني وبتخليه يطوي طوي. الله يرضى عليك. منصه الاغا على الملكاني ببعث لك الشباب بيجيبوا لك الخضره والفواكه وكل مستلزماتك. بامرك. بدنا نبيض وشنا قدام الاغا. وشك ابيض يا سيدي. شو سمعتي؟ حاضر. يا
عم ترابط هلا. رجعتوا على الشام؟ ايه رجعنا. ليش مين بيقدر يقعد بعيد عن اهله وخلانه؟ ومراد اغا كمان راجع على الشام؟ ايه راجع، شح وساعاته بصير بالشام. حس انه مراد اغا راجع بالسلامة، الشغلة صار بدها وقعة. يا نعم، خروب بلدي عواص، الله اكبر، ولحمة وكراديش ورز يا كريم. احلى عزيمة غدا بتخدم عيونكم يا شباب. قد وقدود مدحت افندي، ان شاء الله رح ترجع تفتح وخان الحمل. معلوم؟ ايه الله يقويكم. بتدور عمي مدحت، بتدور. عن اذنكم يا جماعة، بدي اشوف المختار ابو عدنان. المختار ابو عدنان والشيخ بلال وصلوا مشوار على المحافظه. مين الشيخ بلال؟ مو الشيخ عمر، عطاك عمره الله يرحمه. إيه رحمه الله عليه. الشيخ بلال كان بالازهر الشريف، ولما رجع لعنا على الحاره سلموه امامه الجامع. ايوه. شرف شرف سيد مدحت، سلم على عمي ابو طالب شحاب الخان. شرف شرف سيد. على اذنك ولد. خلينا نشوفك. ما شاء الله ما شاء الله. على سلامه اخي. شريف شريف، شوف مين اجى عمي ابو طالب. لا لك يا ميت، اهلا وسهلا. اهلين اهلين عمي مدحت. ميت اهلين وسهلين. اهلين اهلين شريف. الله يزيدك شرف يا عمي. نورت الشام. الشام منوره باهلها الطيبين يا عمي. الله يعزك الله يديمك يا رب. هات لشوف، خبرني شو اخبار مراد اغا. مراد اغا عال العال وقرر يرجع الشام. لا هذا احلى خبر بسمعه. طالما الفرنساوي طلع حلو بقى يرجع. عمي رح نعمل له أحلى استقبال وحياة عيونك وعيونه. أدهى عمي أبو طالب أدهى. عمي مدحت، مراد أغا بالضبط أنت راجع. مراد أغا جاي وراي، بس حابب يمرق على المكان يتفقدها كون طريق رجعته، وبعدها جاي على الحارة. عليم الله فرحتني من جوات قلبي بهذا الخبر السعيد. مراد أغا أخ وصديق عزيز ومن أعلام الشام. الله يبارك فيك يا عمي أبو طالب، لذلك بعتني الأغا بلغ المعارف في رجعته ورتب أمور البيت والخان. إيش هو عليه؟ ونحن بالخدمة يا عمي. ما بدنا غير سلامتك عمي أبو طالب. أنا من بكرة الصبح رح أبعت الشغيلة يلفطوا الخان وينزلوا البضاعة. إيش هو عليه؟ بصير خير عمي. يلا بدي استأذن عمي أبو طالب. لسه ما ضيقناك عيب. الله يديمك يا عمي أبو طالب. عمرك معلش. يا ميت أهلا وسهلا. عليكم السلام يا اخي. الله يحييك الله يحييك يا مختار. يا سلام تفضلوا. بشاره بشاره يا طالب. ابو هي بشاره. ها زرت قرنين. شرف سيدي شرف. لما كنا بالمحافظه سمعنا انه اسمك مطروح لزعامه الحاره. شو هالحكي اللي عم تقولوه يا جماعه؟ مثل ما عم اقول لك هالحين. وهي الشيخ بلال كان معي وسمع الحكي بإذنه. اي نعم سمعنا هالحكي بأذنينا. والله حمل كبير هذا يا جماعة، كبير حمل عجزت عنه الجبال. والحمل الكبير للكبير يا أبو طالب. أكيد. ولو ما بيعرفوا جماعة المحافظة إنك كبير وقد الحمل ما كانوا حكوا باسمك يا أبو طالب. مظبوط. ولما طرحوا اسمك بالمحافظة قالوا بإنك أنت جاهدت وانأسرت وقدمت الغالي والنفيس وقضيت المقاضي أيام الفرنساوية. كمان جنابك من جاهات وعلام الشام والألوات يا أبو طالب. من يوم يومك كبير يا عمي أبو طالب وأهل الزعامة. الله يعزك يا مدحت.
بس كمان بالحارة في ناس جاهدوا وانحبسوا وقدموا الغالي والنفيس. ما اختلفنا على الحكي يا أبو طالب، بس الجماعة طالبين لك أنت بالاسم. بتقول لا يعني؟ إيه ما بصير تقول لا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بس والله يا جماعة مسؤولية عظيمة. باطل، ليش أنت؟ مالك قد هالمسؤولية عمي؟ أنا ما قلت هالشي يا أبو عدنان، بس أنا ماني مفكر بالموضوع ولا لي رايده من أساسه. بفكر بالموضوع يا أبو طالب. يلا ميمي صالحة، يلا هاتي البطاطا دوبنا نلحق. لك وينها مريم وطالب؟ فاتوا لجوا ما عادوا طلعوا. يا مريم يا طالب، ورجيها ورجيها. ان شاء الله بقمر قلبي لابس ابقاب جديد. الهي يا مريم يا رب بشوفك عم تلبسي ولاد ولادك. بحياتك يا مريم. شو حبيتوا للابقاب؟ شكل الشباب حلو؟ حلو كثير. الحلو ليه حلو تقمر قلبي؟ يلا روح تقطعي كله شوف ورجينا يلا. ان شاء الله بيقبلني يعني تقطيب ابقابه. ان شاء الله بتلبسي ولادك يا مريم. عقبال ما اشوف ولادك صارت حفاره. لا ايوه انا لساتني صغيره. لا ايوه مو صغيره. ومن رجعتنا من مصر اول عريس رح يتقدم لك بزمتي وديني لنتكاتر عليك ونطلعك تقبلي فيه. ان قلتي ايه وان قلتي لا. انت رجعي بالسلامه خير وبركه. ان شاء الله بتقبشيني. قومي حياتي قومي. قليلي اللحمة مع البصل. أي معلومة؟ مريم تقبليني تعي نقي العدسة. ايه ميمي ما قلتيلي امتى مسافرين على مصر؟ حسان عم يرتب امور السفرة وان شاء الله اسبوع 10 ايام بالكثير رح نتيسر. ايه تقبروني ان شاء الله. الهي يا رب بتروحوا بترجعوا بالسلامة. الله يسلمك يا ماما. بس بتعرفي يعني انا لولا الحاح وما بدي هالسفرة من اساسها. لا ايوه تقبريني شو هي بدي وما بدي؟ جوزك وبدك تسمعي كلامه وتقبريني، هذا ابن الشام مو فرنساوي. خلص امي بلا هي السيرة. ايه تقبريني ايه تقبريني بلاها الحق معك بلاها. إيه ما شاء الله وكان يخزي العين هالحسان شو بيحبك. اللهم صلي على النبي. انا عندي اياه بالدنيا كلها يا ام. ان شاء الله الهي يا رب بتضلكم كل عمركم سمنه على عسل. شان ان شاء الله الهي يا رب. يا ما وصالحه روحي افتحي الباب. ايه تقبريني امتى بدنا نفرح لكم بولاد؟ ان شاء الله يا ام ان شاء الله. ادعي لنا انت. يا رب يا رب الله يطعمني شوف اولاد ولادك. انا امي انت تقبريني وانا وابنتي. شوفي جوزي صار له 3 ايام ما اجى. قولي على قامتي عليكي 3 ايام قاعده لحالك. ما تقولي ما تحكي. شو مالك اهلك اختي؟ كنت عم اقول انه بكره بيجي اللي بعده بيجي اللي بعده بيجي بس ما اجى. امبارح بالليل قضيت طول الوقت على باب زقه وانا ناطرته وما اجى. قولي على قامتي عليكي يا ميمي. وما بده يكون جوزك غاطيط ليكون مسافر. وين بده يسافر الثاني؟ لك حتى لو كان مسافر يحكي يقول يعطي خبر. مو هيك اتركها للبنت قاعده لحالها 3 ايام؟ مو هيك امي؟ عجبك؟ لا والله تقبريني ما عجبني. لا تكونوا متخانقين ابدا. فعلا غريبه. اكيد مال الشام. اكيد والله العظيم والله غريبه هالقصه. ايه بس ميمي انت الحق عليكي، كان لازم اول ما غاب على البيت تجي لعنا وتقلي لنا. ايه والله والله ابوكي ما يدري بهالسيره ليقي من قيامه تبعه. والمصيبه انه هو مقطوع من شجره. معلش تقبريني معلش امي. طولي بالك الله يرضى عليك. بس انت ميمي والله الحق عليكي، ما بصير تعدي لحالك بالبيت، كان لازم تجي لعنا دغري وتقلي لنا. خلص اختي لا تاكلي هم الا ما يرجع. يا وين بده يروح يعني؟ والله غريبه وعجيبه هالقصه. طولي بالك تقبري قلبي طولي بالك. هلا بنحكي لابوك هو بيحل. انت المهم مرتاحه وطولي بالك. لا حول ولا قوه الا بالله على هالقصه. يعني وين بده يكون اختفى الزلمه؟ شو رجعوا اللي ما بيخاف الله بعد سنين؟ كنا مرتاحين ومبسوطين وحسابه عم يوصلوا على دوز بارا. شو اللي رجع؟ الحمد لله على السلامة يا أغا. الله يسلمك. أنست وشرفت ونورت يا أغا. مرينا أبو العز شلونك؟ الحمد لله يا أخا الحمد لله. كيفكم؟ الحمد لله الحمد لله على السلامة يا خانو. الله يسلمك. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم. شرف 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 شرف.
يا ميت اهلين وسهلين. يا ابو العز احكي لي لشو، شلون المالكانه؟ الحمد لله، الحمد لله ممتازه. وكيف المواسم هالسنه؟ عال العال يا اغا، عال العال. الله يعطيك العافيه، يرضى عليك يا ابو العز، مخورين من الجوع. وهالمنظر بديع هاد بيفتح النفس. على راسي يا اغا، الخروف عنان. تعو تعو حبتي، تعالوا ورجيكم الحيوانات. الله باذن يا اغا. اذنك معك يا اهلين. ليكن هون 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 الحيوانات. عدم مؤاخذة يعني مو على اساس الاغا ما عاد يقدر يرجع على الشام؟ فشار وحياتك ورجع كبير. وراح يبلغ بس عيون كل واحد حق عليه. شرف. مين كان يقول يوم طلعت من الشام اني راح اقدر ارجع لها مرة ثانية الا بالمنام؟ الله كريم يا اغا. ماشي الحال. وهي تجارتنا ببيروت كبرت وارباحنا دوبلت. ومرت الأيام وسنين والفرنساوية طلعوا من بلدنا ورجعنا معززين مكرمين. وليكك رجعت زعيم وسلطان يا أغا. أسعد بيك بيتقل بالذهب على هالاستفادة هي بعد سنين كلياتها. وإنت لها يا أغا. حتى الملكانة بتحسيها مبسوطة برجعتنا. هذا كله من رضا الوالدين يا أغا. عدم مؤاخذة يا أغا. خير يا مدحت، شوفي أخبار ما بتصير يا أغا. خير، شو هي الأخبار؟ شو في يا مدحت؟ أسعد بيك طلع كلامه فشوش يا أغا. شلون يعني؟ تعين أبو طالب زعيم الحارة. معقول؟ سمعت هالكلام من المختار أبو عدنان وشيخ الحارة الجديد. شو رأيك يا لمعت؟ إذا طلع هالحكي مزبوط يا أغا يمكن يكون فيها لعبة. شلون يعني؟ يعني إذا طلع هالحكي مزبوط يا أغا يمكن يكون أبو طالب لعبان لعبة. يا حبيبي، وشو هو البديل؟ أبو طالب. فشرة عيونه يا أخا ما بيوصل لضفرك. الدم وصل لراسي يا لمعات. خلينا ننزل عالشام ونفهم شو القصة يا أخا. ليش عاد إلي نفس انزل عالشام ولا دوسها بعد الخبرية هي اللي سمعتها؟ رؤو هدي يا أخا، وحياتك وحياتك ما رح يصير غير كل شي بدك يا. لك شلون شلون بدي رؤو وبدي هدي بعد الخبرية اللي سمعتها؟ لك شلشتني وطيرت عقلي. طول بالك وخلينا ننزل عالشام ونشوف أسعد بيك من وش لوش وخلينا نفهم شو صار. أبو العز جيب الأولاد بسرعة. شو صاير يا جماعة؟ شو صاير؟ في صاير شيء كبير. طيب والخروف اللي عملناه مين بده ياكله؟ لا بدي مو قادر هم غير الخروف. يلا يلا ويكون يا حبيب. يلا يلا جايين. أهلين أهلين أهلين. لك حبيبي باب جديد. وين عجيب؟ ليه جايبه؟ مريم تقبر قلبي جابت له. لا اي والله. الله يرضى عليكي وتجيب لاولادك يا حق. انا يا حبيبي روح تقبر، نروح على مرتك. روح يا الله شغل شغل. خير يا عمي؟ ايه والله خير خير. شرف والله شرف. شرف تقبر. والله يا ام طالب الحكومه عم تعين زعماء على حارات الشام. ايه. واللي فهمته من ابو عدنان المختار والشيخ بلال انه حاكين باسمي مشان زعامه الحاره. وهذا اللي شاغلك يا بي؟ ايه نعم يا بي. ان شاء الله الف الف مبروك. هالشغله ما لازم تشغل لك بالك بالمره يا بي. بس زعامه الحاره مسؤوليه امام الله والعباد يا بنات. قد وقدود يا بي. وانت قد يا بي. ايه تقبرني، هاي الخبريه لازم تفرحك. ليش مين في اوجه واقدر وانسب من نور الدين القنواتي لزعامه الحاره؟ ما بخبي عليكم يا بنات، أنا خايف كتير كتير من الحمل. ليش تقبر قلبي خايف؟ أنت من يوم بيومك حامل هموم الحارة على كتافك. لها معك يا مطالب، بس هي شكل وهي شكل. شو قصدك يا بي؟ لك يا بنتي، أني ساعد الناس حسب استطاعتي ومقدرتي ووقتي هذا شكل، وأني يكون مسؤول عنهم أمام الله والعباد بكل شردة ووردة شكل تاني. بس لو ما كنت قد هالحمل ما كانوا فكروا فيك على مستوى المحافظة يا بي، ولا كانوا حكوا فيك أصلا. والله كلام مريم مزبوط. معك حق يا أم طالب، بس أنا خايف من هاي القصة. فيكي ترضي الناس كلها؟ والله شغلة صعبة. أنا خايف ما أكون قد الحمل
واحمل وزر هالامانه واغضب رب العالمين من جهه واخسر محبه الناس من جهه ثانيه. اي طول عمرك راضي الكبير والصغير والكل بيحلف براسك، ولا بدك يجي زعيم يتحكم بهالخلايق ويدوقهم الويلات يا ابي؟ ان شاء الله بتقبري قلبي، والله بنتك عم تحكي ضرر. ايه يا ابي، والله لا يقدر انك تسمح لشخص ثاني ما بنعرف شو ممكن يعمل بالحاره والا انه يصير هو الزعيم. مظبوط. قالي شو بهم هذا الشيء؟ والله شوفت عينك. لا يا ابني لا لا. خالتي صبوحي. نعم خالتي. الله يرضى عليك، لا تتأخر بالسوق مشان تتغدى معنا. لا شو أتأخر؟ والله مخور من الجوع. لك سلامة قلبك من الجوع. ليش أنت يا سيد صبوحي ما كنت مخور من الجوع؟ شو عم تنقر؟ سمعتي خالتي؟ عم ينقر علي. تعبرني لأنك بسعر أخوه عم يمزح معك. طيب ماشي، رح مرق لك إياها المرة بس مشان خالتي محسة. الله يرضى عليك. شكرا خالتي. ماشي. الله يرضى عليك. يلا ها ماشي، شو فكرني بحكي مثلك؟ يلا ها يلا يا رب بدكم شي؟ الله معك. السلام عليكم. السلامة. يلا شو خالتي؟ شايف محاشي اليوم؟ ايه والله يا تقبر قلبي جوعان، يبعد لي حمى عليك. خلص شوي تاني وبيكون الأكل جاهز. لا بعيد الشر خالتي، بس بدي منك تخفي ايدك شوي لأني عازم محسن على الغداء، بدي اطلع أنا وياه بشغلة ضرورية. هلا بدك تضل رايح جاي أنت وياه بشغل؟ وبيت الكجك اللي نحن واعدينهم بزيارة يوم الخميس؟ خالتي هذا الأسبوع مشلوش، فايت بشغلة بتدر علي ايدها، وبعدين من هون ليوم الخميس الجاي فرش ورحمة في وقت. ليش قديش بقي للخميس الجاي يا تقبر خالتك؟ بعدين شو هالشغلة شالشتك؟ سلام عليك طاهر. شلونك عمي أبو العباس؟ الله يسعده. أحلى أبو العباس فوق البسيطة. الله يخليني إياه. وهي من ريحة الغوالي. يا والله من ريحة الغوالي. خالتك محسان عاملة طبخة محاشي بتاكل أصابيعك وراها. والله بدك تعذرني لأنه الشغل لفوق راسنا. نورت عمي طاهر نورت. أحلى نعيمه. عمي أبو طالب عاوزك لأمر ضروري. ووصاني بلغك وارجع بريم. خير شوفي؟ الله اعلم، بس يمكن بده يخبرك انه بالمحافظه مقترحين اسمه لزعامه الحاره. عن هام تحكي؟ يا سيدي بيستاهل وبتلبق له. اي والله الله بيعلم، ما في انسب ولا اقدر من ابو طالب للزعامه. الله يبارك لنا فيكي يا خالتي ام حسان. تعرف يا طاهر هذا الخبر بألف خبر. لو تعرف اهالي الحاره والسوق شو عملوا لما دريوا بالخبر. هات لشو احكي لي. قلبوا الحاره لعرس ومو عاطين فرحتهم لحدا. بيستاهل عمي بيستاهل، عمي أبو طالب بيستاهل والزعامة بتلبق له، خليت لقله. الله يبارك فيك يا أبو العباس، يلا بالإذن. والله مو حلوة يا خالتي يا طاهر تروح من غير ما تتغدى. بتشرف يا خالتي أم حسان، بس عمي أبو طالب وصاني أرجع بريم. على راحتك. يلا إن شاء الله خير. طاهر بتبلغ عمي أبو طالب عندي كم شغلة بخلصهم وبيجي لعنده بإذن واحد أحد. إيه صار. ميسر الله معك. السلام عليكم. سلام الله معك. وعليكم السلام. ويسترك دنيا وآخرة ويبعث لك أيام حلوة. عمك يا أبي عمك. يا أبي مو زرت قبر أمي اليوم بالمقبرة ووصلت لها سلامك؟ الله يرحم ترابها ويجعل مسواها الجنة. آمين. ما بتعرف يا أبي قديشني مستفقدت لها، ما بتعرف. يلا أنا قايمة حط لك شي لقمة تقيت قلبك. لا يا أبي لا، مو جاي عبالي لا أكل ولا أشرب. معناها أكل بالمال كاني وتاركني عم بستناك. إيه أكل بالمال كاني، بس ما إلك بالعادة تتركني أكل لحالي. هاد اللي صار يا بنتي. إن شاء الله صحة وهنا. هات لنشوف شو أكل.
رجع الشام اللي الله لا كان جابه. مين؟ الأخ. الأغا؟ مو على أساس راح وما عاد يرجع أبداً؟ على أساس ما شفته غير داخل على المالكاني هو وعيلته. وشو ناوي تعمل يا بي؟ من وقت اللي شفته حسيت الدنيا كلها مو واسعتني. هل عرفت ليش نفسك مسدودة عن الأكل يا بي؟ رجعته يا بنتي، قلبت لي كياني فوقاني تحتاني. ترك الشغل عنده يا بي ورزقك على الله. لك يا بنتي ما بقدر، خايف يصلت سلمه مثل المرة الماضية ويقتلني. يا بي بعيد الشر، لا تحكي هيك. لك يا بنتي أنا ماني خايف على حالي، أنا شبعت من هالدنيا، أنا خايف عليكي أنت. لا يا بي الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي يا بي. رح أعمل لك كاسة شاي، روق الله يوفقك. لا لا ولا لا يا بلا لا شبيب رجالة، كل فارس حارس على باب بالنور مطرس. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرس الذهب والغاء. الله أكبر يا وطن، يوم الوغى ننده نقول الله. الله أكبر يا وطن، اسمك مطرس بالذهب والغاء. لنهاب العدا ولا توب الردى، لنهاب العدا ولا توب الردى، إلا العالي بعلا. نقول الله لا لا ولا لا يا بلالة شبيب رجالة، كل فارس حارس على باب من نور انطر الشالة. هون علي الصار فوح يا ريحان، سلم أحبابي.